خلونا نبدأ معاكم دلوقتي جولتنا والجولة المرية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخاصة الناس بدأت تنزل. نبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمرة، هنلاقي إن فيه سيولة مرية. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة غير مؤثرة على الحركة، لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. هناخد ان طريق بن زايد الجنوبي لسه مغلق لحد ما يستلزم اجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرية. وكمان إدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتطمن تنفيذ كوبري دوران الخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي. ده هيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد، واللي بتظهر عليه كثافات مرورية للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم. كذلك الأمر في ظهور كثافات مرورية المتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، ده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية كمان المتجه إلى شارعي عباس العقاد. وظهر الكثافات على دائري المرج المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم. كمان ظهر الكثافات بشارع صلاح سالم والطيران، ده بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. ناخد بالنا ان في تحويلات مرية تزامنا مع القيام بتنفيذ اعمال مشروع رصف مسطح كوبري سمير غانم في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائري اتجاه محور نجيب محفوظ، وده هيكون لغاية بكرة. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وناخد بالنا ان الطريق الدائري القادم من اكتوبر لسه مغلق كليا بمنطقة القوس الغربي وده المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق الاسكندرية الصحراوي للقادم من الاسكندرية في اتجاه ميدان الرماية، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري القادم من مدينة 6 اكتوبر. تم تحويل الحركة المرية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الاسكندرية الصحراوي، ويفضل استخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج في حالة الزحام المروري بمحور 26 يوليو، لأن كمان في برضو الطريق السياحي بديلاً عن الطريق الدائري. طبعا التحويلات دي عملت كثافات مرية إضافية على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في ساعات الذروة الصباحية. ناخد بالنا أنه تم غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري ونفق أحمد عرابي، وده لاستكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الأسفلتية للكوبري بالكامل، وده هيكون لغاية يوم 30 يناير، وتم إجراء بعض التحويلات المرية. هناخد بالنا كمان ان في غلق ميدان اسفنكس بسبب انشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع احمد عرابي، والاداره العامه كمان لمرور الجيزه اجرت مجموعه من التحويلات المريه لتفادي حجم الكثافات، وده طبعا مؤثر على شارع جامعه الدول العربيه وبيسبب بعض الكثافات، لكن المحور المتجه الى اكتوبر فيه سيوله مريه. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم بيشهد كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة بتصل إلى 500 متر، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، ده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق والزام كمان السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة. ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. لكن بالنسبة لمحور صفت ففي كثافات مرية بتزيد في الاتجاهين إلى جامعة القاهرة. بنروح لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة،
وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، وده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرية، ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها غير مؤثرة بشكل كبير. أما القادم من منطقة الدلتا مستخدماً طريق شبرا بنها الحر ومتجه إلى مناطق شرق القاهرة والتجمع، بيفضل استخدام محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد بشبرا الخيمة. هنكمل معاكم جولتنا ونروح بورسعيد، وتحديدا من شارع أوجينا، وهنلاقي هناك سيولة مرية. ولو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. وبكده أخذنا حضراتكم في جولة مرورية على محافظات مصر المختلفة. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا كده. شكرا.